برنامجكم الحواري الحضاري مغربنا في التحرير والتنوير، نريد أن نقف على مفهوم الاجتهاد في الإسلام وفي نفس الوقت في علاقة هذا الاجتهاد بالخصوصية التونسية. الاجتهاد هو إعمال العقل فيما لم ينزل به نص قرآني أو حديث نبوي. أقول أن الاجتهاد هو حق الإسلام على المسلمين، يعني الإسلام لا يمكن أن يكون إسلاما إلا إذا اجتهد فيه المسلمون. الاجتهاد في الدين هو هذه المحاولة التي ينبغي على كل مسلم أن يقوم بها لكي يفهم الدين بالاعتماد على ما يتوفر له من معطيات معرفية تتغير بطبيعة الحال، وهي قد تغيرت بالفعل. مغربنا في التحرير والتنوير كل نهار خميس على النسمة الحمراء.